واحنا ما نرضاش بزعلك يا عم، ده انت الخير والبركه. اني هجيبها لك على بلاطه يا محمود. اني كل الحكايه انني عايزه اجوزه وافرح بيه واشيل خلفيته، فيها حاجه دي؟ ياما هو ده وقته الكلام ده؟ مش وقته. لا وقته، ووقته قوي كمان. جرى ايه يا واد؟ وبعدين احنا مش هنروح بعيد. اني عيني على راضيه اخت ناديه مراتك يا محمود، وكل ما اقول له روح يا واد اتكلم عليها يقول لي لا ياما اني مكسوف. وابوك عارف اهي اهي اخت العروسه جت اهي. العواف يا عم. يعافيكي يا اختي. اللي بقول لك ايه يا نادي، هو في حد متكلم على راجي اختك؟ ايه معرفش. طب بقول لك ايه، ما توصلي كده لحد ابويا وتساليني انت بنفسك. لا ابوك ابن عمي صحيح، لكن طنطه تقيله على قلبي، ما برتاحش معاك في الكلام. اساليه انت ولا اساله انت يا محمود. بقول لك ايه يا محمود، انا كنت جالك عشان عايزك في حاجه مهمه في الدار. يلا قوم. طيب حصلت. ما تقوم يا محمود. اجري يا بنت حصلت. طنطه تقيله على قلبك، ده كلام يتقال؟ كسفت البيت. كسفتها ده ايه؟ هو احنا بنتكلم في حاجه عيب ولا حرام؟ ده احنا بنتكلم في جواز. وبعدين انت عايز تفضل قاعد لي كده هو زي قرد قطع في البيت لغايه ما يفوتك قطر الجواز وشعرك يبيض؟ جرى ايه؟ ما تفوق لنفسك، فيها ايه يعني لما تروح تكلمه؟ ما تقول له يا محمود، ما تفهمه بقى، ده انا ما بقتش قادره عليه، انتوا مش اصحاب وقرايب. انا مش عاوزك تزعلي كده يا عم، وكل شيء ان شاء الله يتم في اوان. هي مراتك سابتنا وراحت فين؟ ما عجبهاش كلامي ولا ايه؟ يا عم الجواز ما يتاخدش قفش كده، ده عايز صبر وترتيب. وبعدين انت زعلانه مع عمي ابو راجي، يبقى ازاي هيديكي بنته؟ الاول لازم تتصالحوا، وبعدين بعد كده نشوف حكايه الجوازه دي، ولا كلامي غلط؟ بالعكس، كلامك عين العقل ومظبوط، ومحدش يقدر يغلطك. لا غلط، وستين غلط كمان. جرى ايه يا ولد؟ انت هتفضل خايب كده؟ هو انت صغير؟ ما تروح تاخد خالك ولا ابن خالك وتروح تخطب البيت. انا بقول لك انا ما بطيقوش، فيها حاجه دي؟ وبعدين انت ليه مستقل بروحك؟ هما هيلاقوا عريس احسن منه. بقول لك ايه، انا مش رايق للكلام ده، انا هروح السوق ورايا شغلانه هناك اجدى واحسن. خد معاك يا حسن. ايه بعد اذنك يا عم. بيع يا راجل بيع، مش هتجيب لك اكتر من كده قرش ابيض، وقلت لك قبل ما ندخل السوق. ده انا رجعها الدار يا رشاد، ده كده مش جايبه نص تمنها. مش انت اللي قايل لي هيبيع ولا لا؟ خلصونا يا اخوانا انا مش فاضي. معلش يا معلم، ما هو بيفكر برضه. ها ايه يا عم شرشابي؟ معلش يا معلم، زودوا 5 جنيه عشان خاطر ربنا يكفيك شر المرض، ما تكسفنيش. الله، 5 جنيه ايه دي؟ ناقصه كتير جدا عن تمنها. شوف يا رشاد، انا هرجع بيها الدار، وانت تجيب لي الجزار اللي كنت جبته قبل كده، برضه هيكون ارحم. جزار؟ جزار يا عم شرشاب؟ ده كان ربط دماغ لعبه يعني. الفلوس جاهزه، خد ال5 جنيه اللي انت قلت عليها. جدع انت، انت اسمك ايه؟ خدامك رشاد. هات الفلوس بتاعتك يا معلم. ها خد يا عم شرشاب فلوس اهي. سيب الحبل بقى. اوعى اوعى تسيب يا عم شرشابي. بقول لك ايه، احنا مش هنبيع. خليك بعيد انت يا مدندش. خليني بعيد يعني ايه؟ هو انا واقف في دارك يا رشاد؟ وبعدين ديه مش تمن الجاموسه، نبيع بخساره ليه؟ بقول لك ايه، روح اسرح لك في حته تانيه، هو هيقبض تمن جاموسته ويا دار ما دخلك شر. لا كده الشر دخلها وهيحرقها بنار وكفره كمان. خلاص يا رشاد، هو احنا مش هنخلص من البعد في يومنا الاسود ده؟ هات الفلوس. ناولوا فلوسه، احنا مش هنبيع. وانت مالك انت؟ كانت جاموسة امك. لا ما هيش جاموسة امي، بس انا شريك بالربع معاه ومش هنبيع بخساره. ايوه وانا مش هبيع بالسعر ده. لا ده بقينه لعب عيال بقى. هات فلوس يا جدع انت لحد ما تتفقوا مع بعض. اديله الفلوس. وبعدين دي سوق، وبين الشاري والبيع يفتح الله، واحنا يا سيدي قلنا يفتح الله. ايوه قلنا يفتح الله. انا عارف انت طلعت لنا من انهي داهيه في يومك الاخبر ده. طلعت من مطرح ما طلعت. وبعدين يا رشاد، هو ده سوق ابوك ولا سوق ابوه؟ لم لسانك يا مدندش، هحط البلغه في حنكك. بعد ايه وش شركه بهايم يا ناس؟ هضربك بالبلغه.
بلغي بلغي يا ابو بلغي. طب جرب كده يا رشاد، واني وكتاب الله اقطعها انا ساير فوق دماغك. البلغي قال ابو بلغي. من امتى يا رشاد وانت بتلبس بلغي اساسا كده؟ طب استلع قعدك بقى يقطع الارزاق. وادي البلغي. ايه يا اخوانا اللي بيحصل ده؟ ما يصحش. ايه ماشي اللي بيحصل ده؟ ماشي يا مدندش، بس هاني بقى مش هفوتها لك. المركب اللي تودي. خد يا عم بيت فلوسك اهي. بس انت شاطر قوي يا مدندش وعرقك حلال. خد. ماشي خد. شكرا كتر خيرك. كده يبقى انت تاكل عيش واحنا ما خسرناش كتير. ما تبقى توريني وشك كل خميس تاخد عرق، على قد ما تاخد بالك من السوق. ان شاء الله يا معلم، ربنا يسهل. مربوطه عندك يا عم الحاج. السلام عليكم. ألف سلامة يا معلم، مع السلامة. خد يا شنشابي حلاوة ما بعت الجاموس. كتر خيرك. شفت رشاد المعفن؟ بقى كده يا معلم، بقى أنت تحوشه مني؟ ليه ما سبتنيش وأنا كنت أقطع البلغة فوق نافوخه؟ على الحرام ما هتنفع سمسار، ولا تستاهل فصول بقى خمسة صابت، غور من قدامي. إيه ده؟ عيب يا معلم ما يصحش، ده أنت في سوق بلدنا برضه. أنت خليت فيها عيب يا طباش، بلدك إيه يا أبو بلد؟ انا مش دفعت لهم فلوس بزياده بس مبسوط. غور بقى من قدامي وما توريش وشك تاني في السوق ده هنا. غور غور قدامك. ماشي ماشي يا معلم. وانت غور انت كمان. يلا ليه بس يا ام محمدي؟ هو انت يا اختي ناقصك حاجه؟ ده انت جوزك بسم الله ما شاء الله راجل طيب وامير، وعيالك في حالهم، ما هو كله من البربرية اللي ما حد عارف لها أصل ولا فصل. طبت على البيت زي هم الموت، كنا عايشين ومرتاحين، جت البيت وقلبت ميزانه. ليه يا أختي؟ ده حتى نعمة الله رجعت هي وعيالها لجوزها، وسمعت إن فهيمة فندي ساب لكم الأوضة اللي على الواجهة، يعني وسع عليكم. وسع عليها هي يا أختي، حطت ايديها على كل اللي طالته من اللي لهم ورث في الدار. الست عالية والست زين، لفت عليهم وخدت منهم الورق وكتبت تلات ارباع الدار باسمها هي وعيالها. الله، طب يبقى كده ما فاضلش في الدار وياها غيرك انت وجوزك ورجب. طبعا ده حتى شبل عايز يبيع لها نصيبه، قال ايه نروح نقعد في دار المرحوم امه. طب ده دارهم حلوة قوي، واسعة وبرحة، وهو ترتاحوا من وجع الدماغ. يا اختي الوسع حلو كده، ده رأيك فيها؟ يبقى انت كده في صف المخفية. لا يا اختي، انا ماليش مصلحة وانت عارفة، انا عايزاكي ترتاحي من الوش. انا لو مطرحك كنت وافقت على البيعة واستفدت بالقرشين. هو يكونش شبل فات عليكي واتكلم معاكي في حاجة؟ لا يا اختي، لا شبل فات عليا ولا اتكلم معايا في حاجه. انا عايزه مصلحتك انت حره، يعني هي كانت من بقيت اهلي. هو حسنين راح فين؟ راح كفر سعد؟ لا يا اختي، راح السوق. النهارده الخميس، انت ناسيه ولا ايه؟ بقول لك يا سندوسه، انا هقول لك كلمتين واسمعيهم مني. جوزي الوقت لحسن، انا شايفه المخفيه ام عصام لايفه عليه اليومين دول وعماله دو 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 دو. يا اختي نحمد ربنا ونشكر فضله. يبقى شايل طاجن ستك ليه يا مدندش؟ ايه يعني يا حاج؟ هو بالسهل عليا رشاد يرفع عليا بلغيته وسط الزحمه وعايز يطول بيها راسي؟ رفعها ولا طلقش والمعلم هزقه، يبقى نحمد ربنا. حامدينه على كل حال وشاكرين فضله، على الحلوة والمرة وعلى الصحة والمرض وعلى الفقر والستر. بس لما رشاد المعفن يرفع عليا بلغيته يبقى ديه زمن مقلوب، والميزان بتاعه كمان مقلوب. ما تكبرهاش يا حسنين، ده انا شفت نفسه اتكسرت على الاخر وارهنك انه في حياته ما عاد هيدخل سوق. اهو كلام بنعز به روحنا، زي ما يكون مكتوب علينا القهر، يحصل لنا اللي يحصل ونسكت وما نتكلمش. وهو انت سكت؟ اصلك انت ما شفتش روحك، انا اللي كنت شايفك وسامعك. انت يا راجل بهدلته على الاخر. دي حته صبي سمسار معفن معدوم الذمه والضمير، رمى ضميره بره السوق، بيخلع ضميره ويرفع عليا المداس قدام الناس. وبعدين انا يا حاج ماليش في السمسار،
أنا حسيت إنهم قاعدين يلعبوا بيك وهين أبوك، ما استحملتش وقمت. والله كتر خيرك يا راجل، لولاك كنا رجعنا بالجاموسة ولا إحنا بعنا ولا إحنا تفكينا. إيوه ده صابي سمسار لا ليه لا في الكير ولا في النفي، وأديك شفت بنفسك المعلم بتاعه طرده وأسأله. وأنت عايز إيه أكتر من كده؟ بس أنت جميلك عندي ما يتقدرش بمال الدنيا كله. إيوه يا حاج، بس الوجع اللي في قلبي ملوش حل أبداً. إزاي؟ له حل وله علاج وجربناه 100,000 مرة ونفع. انت عارف علاجك ايه يا مدندش؟ تنسى. انسي؟ تفتكر انه بالسهل ان الواحد ينسي؟ يا ريت. لا انا مش قادرة استنى اكتر من كده. انا بقول اوصل لدار الحاج شرشابي، ده السوق انفضت من بعد الظهر وخلاص دخلنا في العيش. يمكن يكون راح كده ولا كده. هو لسه صغير عشان تخاف عليه يا سندوسة؟ وما خافش عليه ليه بقى؟ هو انا حلت غيره؟ يا اختي اللي يشوفك كنت بتعملي كده ما يقولش انك انت اللي بتتخانقي معاه كل شويه والتاني عمال على بطال. بقول لك ايه؟ يكونش راح عند ابو راجل زي ما انت قلت له. لا انا مش قادره استنى، انا هروح لدار الحاج شرشاب. غلبانه. هو فيه ايه؟ هو فيه ايه يا اخوات؟ العواصف عليكم. يا اختي هي سندوسه يا اختي مالها بترمح ليه؟ هو حصل لها حاجه كفل الشر؟ لا يا اختي ما حصل لهاش حاجه، تلاقيها راحه تشتري شاي ولا سكر من الدكان. شاي ايه وسكر ايه يا ام ابراهيم؟ دي بترمح رام. ها عوافي عليكم. الله يعافيك يا مدندش. هو انت جاي من اي ناحيه؟ انا جاي من ناحيه الشرب. ليه يا ام ابراهيم؟ بقول لك ايه، الحق امك على دار الشرشابي، تلاقيك انت جيت من الناحيه دي وهي راحت من الناحيه الثانيه. ايه وحصل ايه يعني؟ والنبي يا اخويا انا ما انا فاهمه حاجه ابدا. واد يا محمد يا ابن محمود الساكت، تعالى يا واد تعالى. عارف بيت ابوك الحاج الشرشابي تجري عليه رمح، هتلاقي امي هناك تقول لها انا اللي بعتك. اتفرجنا على الطوفان اللي انا قلت لك عليه بكره. يا ولا لو عشنا وكان لنا عمر هفرجك على كل حاجه، بس يلا ما تتلكعش قوام. يلا انت لسه واقف هعيد. يلا حمام. واحد اتنين. ايوه كده. ازيك يا مدن؟ اهلا يا عم عبد. اخبار السوق ايه؟ الحاج باع. ايوه باع. باع بيعه كويسه يعني؟ الحمد لله كويس. هو انت مالك يا مدندش؟ جرأة يا واد يا حسنين، انت مش هتيجي تاكل؟ ماليش نفسي يا ام. ايه؟ مالكش نفس ده ايه؟ ايه يا واد؟ فيك ايه؟ ايه اللي حصل ومخبيه عليا؟ ياما ما حصلش ايوتها حاجة ومش مخبي حاجة عليك، كل الحكاية انني متضايق من روحي شوي ومش عايز اتكلم. كتر خيرك يا حسنين، مش عايز تتكلم مع امك؟ لا اله الا الله ياما، مش قصدي، انا تعبان شوي وعايز انام. لا فيه حاجة يا حسنين، فيه حاجة ونص كمان ودايرة في دماغك وانت مش عايز تقولها. ايه اللي حصل في السوق يا واد؟ ياما ما حصلش ايوتا حاجة. ده الحاج شرشابي ما فتحش حنكه بكلمة واحدة تبل الريق، يا دوب بعنا قبضنا رجعنا. ايوه ما هو دي اللي حصل، هيقول ايه تاني؟ اها ده اللي ربى خير من اللي اشترى. هو اللي مش عارفك يا ولا؟ فيه ايه؟ ما تتكلم يا واد وتفضفض، انت هتفضل كاتم على قلبك كده هو؟ ريح بالي، ده انا قلبي واكلني عليك. ياما ريحي نفسك وروحي ارتاحي وسيبيني عشان اني عايزه انام خلاص ومش عايزه اهو عشان تصدقي. طب نام واتخمد يا حسنيه، بس يبقى قابلني، قابلني لو شفت يوم راحه طول ما قلبي غضبان عليك. نام واتخمد يا حسنيه، نام نامت عليك حيطه. انا ما نمتش طول الليل يا سيباستان. يصح كده؟ بقى رشاد يتعمل فيه كده؟ انا اتبهدلت واتهنت واتمسح فيا البلاط في السوق كله. ما هو مش الحاج شرشابي بس، لا ده المدندش كان وياه، وزي ما يكونوا متفقين هم والمعلم عطوار. لسه يا مؤمن بقول كلمتين لقيتهم شابطين فيا، وهات يا راتح ويا ضربه. الحاج شرشابي؟ لا المدندش. طب المدندش ماله مال الحكايه دي؟ اهو عاوز يقطع عيشته من السوق ويكره التجار فين؟ ما هو قال ايه؟ عاوز يشتغل في السمساره هو كمان. المدندش هكدب
عليك يا عم بسطامي، ده احنا قرايب وده ما بيهموش عمده ولا شيخ بلد ولا شيخ غفر حتى. خلاص خلاص سكها سيره يلا يا رشاد، يلا ومروح انت وانا ليا شغل معاه. امتى بس؟ امتى؟ حومتي مالك؟ مالك يا ضنايا؟ مالك يا حبة عين؟ يا بنت يا بنت سيبيها تفك عن روحها، انت واقفلها على الواحدة ليه؟ هو انا لحقت اقول حاجة ياما؟ ده انا لسه بسألها سؤال زعلت مش عارفة ليه. ما سؤالك ده يا سعيدة يخوف، هو ايه اللي بينها وبين رجب؟ هيكون ايه يعني؟ هو وقعان لشوشته وهي ولا على بالها؟ وبتاخد تعب وشقاء على حس انه عم العيال وملزومين منه؟ طب احنا وبصمنا لها بالعشر عشان شبله وعياله، بس رجب لوحده والكلام كتير في الكفر، هنقول ايه بس؟ لا لا بقى يا ابو محمد، مالكيش حق ابدا في الكلام ده. وانا قلت حاجه يا جماعه؟ طب احنا وبعنا لها بالبخس وهي دي فلوس اللي خدناها، وهي دي تيجي ايه في حقنا؟ اهي بيعه بخساره وقضى اخف من قضى، خليها تبرطع يا اختي، انا كل خوفي على رجب. خلاص يا اختي يتجوزها ويقطع لسان اي حد بيجيب سيرتهم. طب ورجب الغلبان ده هيروح فين؟ حتى لو قلنا يسيب لها الدار هيقعد فين؟ طب ما تاخدوه يقعد معاكوا يا ام محمد في الواسع، هي مش دار ام شبل واسعه وتسعكم؟ وورثه بدار ابوه هيسيبه لها كده زيكه؟ يا اختي انت كمان ورثه ايه اللي بتتكلمي عنه ده؟ هو لو اخذ نصيبه فلوس هياخد قد ايه يعني؟ دي حاجه فارغه كده. بقول لك ايه يا ام محمد؟ هما مش العيال دول ولاد فرج الله ابن عمه المرحوم ده؟ يبقى خلاص يروح بقى يكتب عليها ويخلص روحه ويريحنا. هقول لك ايه؟ ما هو اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. قلنا لها وما رضيتش، عينيها على المدندش. لا المدندش لا، اسأليني انا وانا اقولك، انا في الدار ومطلعه. ده انت كده مش طايقها خالص. انا هغير من واحده مناخيرها فاصه عامله زي العبده المشريه اللي كانت خدمت عمنا الحاج محمد الله يرحمه؟ هغير من دي الدنيا لو اتقلبت ميزانها الاصول ما تتنساش. بقى انا جايه افك روحي معاكم بكلمتين، تعملوا فيا كده؟ انا سايبالكم الدار وماشيه. اقعدي يا وليه، انت بتتلككي ولا ايه؟ الكلام بيجيب بعضه. وبعدين اديكي فكرتينا بزمان وحلاوه ايام زمان. انما انت يا اختي اهره روحك قوي كده ليه؟ اذا كان شبل ريحك وريح روحهم الكلام ده، انت ما بتتعلميش ابدا؟ ريحتيني يا اميره من الوجع اللي كان لابت في قلبي. الحمد لله يا اختي. قولي لنا بقى يا ام محمد، ايه حكايه المدندش مع مول عيال اليتامى؟ مش هو اللي جابها وعرفها الدار؟ وهو اللي خدها للعمده وجاب لنا الغفر وسكنها في الدار؟ وهو اللي علمها سكه النسر في الناحيه دي في الغيطان كلها؟ مش بعيد اللي هو يكون ساعدها في المعاش اللي بتاخده من الحكومه هي وعيالها من غير ورق؟ لا 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 يا ام محمد، حرام عليك، يعني هو المدندش هيعمل كل ده؟ حرام عليك. خلاص مدام كلامي مش عاجبكم انا سايبالكم الدار وماشيه. اقعدي يا ام حمادي اقعدي.
ولا ايه؟ طب مع السلام، يبقى ملهاش نصيب تاكل معانا من الفطير المشلت. هقول يا حاج، فيه ايه اللي حصل لك انت وحسنين ابني في سوق الخميس ومدارينه عنه؟ ما تتكلم وتقول فيه ايه؟ هقول لك ايه يا سندوس، ما حصلش حاجه. ما حصلش حاجه ازاي؟ ده الواد تايه من يوميها، لا بياكل ولا بيتكلم ولا حتى بيسرح بالصندوق. لا اله الا الله. جرى ايه يا حاج؟ فيه ايه؟ انت هتوغوشني ليه؟ ما تتكلم وتقول لي فيه ايه؟ ده انا امه وحاسه بيه. طب احلف لك بايه ان في حاجه حصلت وانت مداريها عليا؟ لا تحلفي ولا هقدر اداري اكتر من كده. بس اللي عايزك تعرفيه ان ابنك خد حقه تالت ومتلت، وربنا شاهد على الكلام اللي هقوله لك. شفت بقى جالك كلامي؟ يعني في حاجه حصل. قول لي بقى ايه اللي حصل؟ ها؟ وخد حقه من مين؟ وايه اللي حصل خلاه ياخد حقه؟ ومين اصلا اللي غلط فيه؟ يلا يا ست شهلي، مدي شويه اشهلي. يلا يا ست. الشغلانه دي يا مدندش تعرف تشيل كده؟ لا يا شحيب. بس انت اطول مني بيجي متر ونص، مش برضو كده؟ مش عارف. نقيس يا شحيب. نقيس بالشبر وريحنا من المتر اللي بيقولوا عليه ده. ماشي، نقيس زي ما انت عايز، قيس بالشبر. مش هتفكها بقى؟ طيب هفرجك على حاجه ما حدش شافها قبلك، على شرط تفكها وتضحك زي عادتك. ايوه اضحك ازاي يعني يا شايب؟ معاك حته بخمسه فضه شيلن يعني، وبلاش بريزه عشان ما تغرمش. ماشي، خد يا شحيبر، مش خساره فيك. بس انا همسحها من اللي عليها وارجعها لك تاني. هترجع لك يعني؟ ايه تمسحها ازاي يعني؟ هوريك. خد يا جدع انت وهو، تعالوا جنبينا هنا، هفرجكوا على حاجة عشان خاطر الراجل الطيب ده عمركم ما شفتوها ولا في مولد السيد. ايه سحر يعني؟ يمكن هيطلع لنا حاجة من عبه، ولا هيلعبنا لعبة التلات ورقات. شبعت ضحك. طب انا هعمل ايه؟ حاجة من اللي قالوا لك عليها، سحر ولا تعبان ولا لا 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 لا، ده ولا ده ولا ده. غلو بحمارنا يا أزعل. ده ايه؟ شيلن فضة بتاع الراجل الطيب ده واستغنى عنه خلاص. انا بقى هوريه واوريكم لعبة، بس ما حدش يقول للحد على اللي شافه عشان ما يتقطعش عيش. ايه ادي الشيلن بتاعك، بس مش هينصرف. يا حلاوه يا ولاد، خلي بالكم الراجل القصير القزعه دي عنده عرق الصيبه. عرق الصيبه؟ معقوله؟ عرق الصيبه القزعه دي؟ لا اله الا الله. قبلت على روحك يا حسنين؟ قبلت على روحك؟ رشاد، رشاد يرفع مداسه عليك وانت تسكت له؟ يابما اني ما سكتلوش. لا سكتله وعدتها له كمان، ولولا المعلم وصبيانه في السوق كان حيطولك. يطولني ايه؟ يابما ارحميني من الكلام ده. ده اللي ما يعرفش يدافع عن روحه محدش بيرحمه في الزمن الاخبر ده. بالك انت، لو هو كان طلني زي ما انت بتقولي كده، انا ما كنتش اخليه يروح داره ماشي على رجليه.
كنت هتعمل له ايه ان شاء الله؟ كنت هتضربه ولا هتقتله؟ ما اعرفش بس ما كنتش هسكت له. ده نار ابوك لسه مولعه في جتتي، واللي كان السبب عايش والدنيا مزهزهاله. اسمع اما اقول لك، انا ما عنديش استعداد اخسرك زي ما خسرته في لعبه. ياما ما تقوليش كده، مش هيحصل. يا ابني انا مش عايزه حد يقول علينا حيطه مايله. ده الحاج شرشابي لما قال لي جسمي ده كان مولع نار، كان هين عليا اروح احرقه في داره. انت عارف ابوه كان ايه؟ ده ابوه كان حته نافر، تملي عند ابويا الله يرحمه، يعني عند جدك الساكت. اوعك يا حسنان تقبل على نفسك حاجه زي دي. ياما انا عمري ما اقبل على نفسي حاجه زي كده. انت بتريحني في الكلام يا ولد. بريحك يعني؟ اقول لك ايه؟ ما تقوليش، قول له روحك. قول له روحك، أنا عمري ما هطاطي الحد أبدا. ياما من غير ما تقولي، أنا عمري ما هطاطي الحد. لعلمك بقى، هو من ساعتها مش قادر يعتب السوق. شل عنه ما عتب ولا هوب ناحية هناك. ورايح يشتكيني للعمدي، بيتهمني إن أنا اللي قطعت رزقه من السوق. تنقطع رقبته على صدره ورقبة كل اللي يتعرض لك كمان. طب وبعدين؟ ولا قبلين؟ أنا هنزل تحت وارتاح، هرتاح وههمد. وانت هتفضل قاعد هنا هو في الطل لوحدك كده؟ ايه؟ خبرها رجالة؟ وانا كنت بدفع حضنكم ولا ايه؟ اظن اني سبتلكوا الكفر كام سنه تبرطعوا فيه براحتكم اهو. حد بقى يقول لي اتفضل. اتفضل يا سيدي. اتفضل يا اخوي، اتفضل. الزمن اتقلب يا جماعه. خش عاوزنا اول ما نشوفك نقوم نقف على حلني. وبعدين فيه اصول، انت اللي جاي. قول سلام ولا عواف ولا عياده حاجه علمها لك يا اخي. ايوه صحيح، عندك حق يا عم علي، بس انا كنت متشوق لكم والشوق هو اللي نساني. واحنا برضه فرحنا بيك ونسينا نعزمك على الغدا، ولو انه مش قد مقامك عيش وجبني. بتتمسخر يا عربي؟ قال اني ما سمعتش صوتك يا سعيد. يا عم هو انت كنت غطسان فين يا عباس؟ في البراري برضو؟ مالها البراري؟ وحشه يا مسعد؟ اوعى تقول وحشه. لا وحشه ولا حلو، هو احنا شفناها؟ ده احنا مزروعين في الكفر ده من ايام جدود الجدود. تقصد ايه يا مسعد؟ ما تمشي من الصدنا يا معفن، ريحتك عفشه يا اخي. اهو نطق اهو، اهاني جاي مخصوص بقى عشان اصالحك انت يا سعيد. ادي يالا هنا اهو. تشرب شاي يا عباس؟ ايوه وماله، بس كتر السكر، اصلا ما بشربوش سكر قليل. طب روح بقى، اجري هات لنا قمع السكر من قرايبك، احوالهم راجع لاخر اليومين دول. من كله ايه ده غل بقى؟ احسبها زي ما تحسبها، ولما ترسى على بر قول لنا. انا ماليش قعد معاكم. محدش عايزك تقعد يا عباس، ما تفارينا يا اخي. ها علم ما عندهاش دم ما تعرف، بتستهبل ما تعرف. انا عارف ايه اللي رماه علينا بعد ما كنا استريحنا من خلقته. كله ايه؟ وصلت لحد فين؟ شفت القطر اللي عدى من هنا من شويه؟ شفته؟ اهواني عايز اركب القطر ده. بس ده ما بيقفش هنا. انا بقى عايز قطر ما يقفش، قطر يرمح وبس. بس كده مش هاكل عيالي عيش. لا مؤاخذه يا شايبر، والله ما جه في بالي ان القطر لازم يقف هنا عشان انت تاكل عيش وتاكل عيالك. معلش. قول لي يا مدندش، احنا جينا الدنيا دي ليه؟ جينا الدنيا دي ليه؟ عشان نتعب ونشقى وناكل عيش. لا، احنا جينا الدنيا دي عشان كل واحد يشيل حمله ويمشي بيه. ايوه، ما هو في ناس في الدنيا دي تشيل وناس تنشال، زي ما انت كده بتشيل الأفف والكراتين والشنط
عشان تاكل عيش وتاكل ولادك. بس انا حملي دايما اتقل من وزني وساعات اطول منه. يبقى ايه؟ نصيب. تكتيه يا شحيبر. صحيح، نصيبه مكتوب. انت عارف يا شحيبر اني عشان كده نفسي اركب القطر اللي بيرمح ولا يوقفش. ما هي ناس ما تخافش الا بعينيها زي ابويا ما قال. انا دخلت عليهم كده زي القضى المستعجل، ما بقوش مصدقين عينيهم. لا وقعدوا يقولوا البعض قال ايه انني راجع الكفر عكنن عليهم عيشتهم من تاني. صراحه انت تعكنن على مديريه مش على بلد. راجلك ورهن اشارتك يا سي اكرم، وهو ده اللي ابويا عايزه. احنا لو مسكنا السوق بايدينا محدش من بره هيعرف يدخله. بس شغل دماغك انت، هو احنا هيبقى ورانا حاجه غير السوق؟ دي المواشي بتكسب ذهب. عايز ابين شطارتنا قصاد ابويا وعمي والعيله كلها، ولو حد وقف في سكتنا البركه فيك بقى. ايوه امال ايه؟ ايه ده؟ الحقني يا سي اكرم. قرب قرب يا فرحان. مالك يا عباس؟ سكاكين يا سي اكرم، سكاكين في بطني يا سي اكرم. تعالى معايا، تعالى معانا. ما تسيبنيش يا سي اكرم، يا با الحقني يا سي عزت بيه. هو كل حاجه عفشه وانتوا في السوق؟ مفيش حد فينا كل حاجه في السوق خالص، كان بيضحك ومبسوط ومش عارفين جراله ايه. على العموم دكتور برهان موجود هنا. فرحان ايوه، اخطف رجلك على دوار العمده، اذا لقيت الدكتور برهان قول له عمك عايزك تيجي حالا، يجي يشوف الواد عنده ايه. تحت امرك يا عز البيت. يا ما في ارضك يا دكتور. طيب ايه ده؟ هيحتاج عمليه بسيطه دلوقتي، ما تقلقوش. عمليه؟ يبقى لازم نطلب له الاسعاف. لا مش محتاجه اسعاف يا عم، انا ممكن اعملها له هنا. هني هو انت جراح؟ مش محتاجه جراح يا اكرم، انت تعرف احنا كنا بنتدرب على العمليه دي واحنا في ثالثه طب. دي زي ده. زي ده؟ زي ده؟ طب ما هي تبقى خطر. هتعملوا العمليه دي هنا؟ طبعا هعملها له هنا عمي، الاسعاف لو اتاخرت الزايده دي هتنفجر ويموت. لا لا، يموت ايه؟ يموت هنا؟ لا لا، نعملها له، ربنا يستر. وهو من حسن حظه عدة الجراحة معايا هنا، بس أنا مش محتاج حد منكم في الأوضة معايا لو سمحتوا. حاضر، يلا يا أكرم. يلا يا ابني، ربنا يستر عليك يا عباس. خلاص يا عباس هترتاح حالا. ربنا يريحك. أنا عايزك بس إيه تشد حيلك كده ماشي؟ حاضر. عايزك تستحمل شوية. حاضر. عشان أريحك على الآخر. أنا مات، مفيش حاجة. انت ازاي تسيب ابن اخوك يعمل عمليه جوه الدار ويغرقني الارض دم؟ هو انا اخرج اعمل مشوار ارجع الاقي الدار فوضى؟ جرالك ايه يا سميح؟ ما هي داري زي ما هي داري. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا دكتور. اول اوضه على ايدك الشمال. هيحتاج نقل دم، نقل دم بسرعة. شوفوا لي أي حد يكون فصيل الدم وهو بسرعة، الراجل بينزف. ودي هنعرفها ازاي دي؟ فصيلة الدم هتحتاج تحليل. عارف، أنا هخش. أكرم، أوعى حبيبي ياخدوا منك دم. ما هو مش أي دم يا أمي. وعلى كل حال اطمني، أنا فصيلة دمي مش هو، كانوا محللين لنا في المدرسة واحنا صغيرين. ما نفعش، والحمد لله. أنا كنت ناوي أديلهم شوية من دمي لكن ما نفعش، أعمل إيه بقى؟ أنا لام على الدكتور برهان ابن أخويا الدكتور عز. هنجيب لهم منين الدم اللي هما بيقولوا عليه ده؟ ما هو يا ريت كانت فصيلة دم تنفع، لكن أنا مش هو. تهبل يا ولا أهبل،
ويعني لو كانت فصيلة دمك اللي بيقول عليها الدكتور دي كنت هخليهم برضو ياخدوا منك دم. ولا فرحان زحارك يا باشا اخطف رجلك على الزراعية ايها نفر تلاقيه جرجروا على هنا بس اوعى تقول له حاجة فاهم؟ حاضر يا عزب بيه. مش معقول حرام عليكم الراجل اللي جوه ده لو ما لحقناش ننقله دم فورا ممكن نروح فيها. لا يا دكتور انا بعت الغفير هيجيب لك راجل من اللي دمه ينفع. على كل حال انا خيطت له جرح كان مفتوح بالغلط. انا مش فاهم البني ادم اللي جوه ده عمل العمليه ازاي؟ قال لنا انه متخرج السنه اللي فاتت دكتور. يا دكتور هو بيضحك علينا ولا ايه؟ الاوضه مش نظيفه ملوثه ده لا يمكن ده يكون جراح ابدا ده بيهرج. ما تدفنش كده. ايوه اهو عاوزني في حاجه يا عزت بيه. فرحان قال انك عاوزني. شوف دمه يا دكتور هو عارف هنعمل معاه ايه؟ يعني لو فصيله دمك اوه عارف هناخد منك ايه؟ ها بتقول ايه يا دكتور؟ انا ما عنديش دم يا دكتور. ده الراجل بتاعنا وهو مش هتاخر علينا ابدا. هتتاخر يا له. ادي خدامك يا عزت بيه. بس هو في ايه؟ تعالى تعالى ورايا واذا نفع انا هفهمك. ادي ما عنديش دم يا عزت بيه. يمين بالله العظيم ما عندك دم. خش على جوه انا خش. ادي ما عنديش دم يا ناس. ما تخافش انت اسمك زينهم. زينهم تعالى تعالى. وقع لنا من السماء طلعت الفصيله اللي احنا عايزينها. الدكتور بيتصرف جوه. اطمنوا يا جماعه مفيش حاجه. انا عاوز ازازتين نطهرهم كده علشان اسحب فيهم الدم. والورقه دي يا عمي فيها طلبات عايزها الدكتور حالا. حد يروح يجيبها من اجزخانه البندر لو سمحت. حاضر اخطف رجلك يا فرحان. عيني. حاضر يلا يا سميح شوف لنا ازازتين فاضيين. حاضر ولا هينفع الكلام دي. الدم هيتلوث في الاوضه. تعرف تنقطنا بشكايتك ولا ما تعرفش؟ تفهم انت اكتر من الدكاتره اللي جوه يا شكل. انا قلت لك وابقى شوف. قلت لك اسكت اوعى تفتح بقك بكلمه. سكتني. لا مش هنحتاج الازايز خلاص. هننقل الدم في اكياس مخصوص. الدكتور نصار لقاهم في شنطته. احنا بس محتاجين معون نحط فيه ميه سخنه تولعوا عليها لغايه ما تغلي عشان اطهر فيهم السرنجات. ها ممكن يعني احنا هنفضل نتكلم كده وبس والهم محوطنا من كل حته ومفيش حل؟ ما تيجي يما نرحل على الكفر دي ونعمل زي ما الليسي عمل زمان. يا اخويا بلاواكس ده الليسي ساب لهم الكفر بعد فضيحته لما بوجه راسه. مهاني برضو بقت سيرتي على كل لسان في الكفر من ساعه ما رشاد اتجرأ ورفع مداسه عليا قدام الخلق كله. من ساعتها والوجع جواي افتكرت ابويا الله يرحمه لما عزه ضرب وهانه وخلاه يكره الدنيا واللي فيها ويهرب للموت. ابوك هو اللي جابه لروحه. سكت لعزه ليه؟ دول كانوا لسه في اول ايامهم يعني ما كانوش زي دلوقتي. لو كان صبر كنا هناخد له حقه من حباب عينيهم. ايه تاخدي له حقه ازاي ياما؟ ازاي ياما؟ انت نسيت يا ولا؟ انت نسيت ان اخوالك عيله الساكت وانا اخوالي ولاد عوف يعني اصل البلد. نسيت؟ ما نسيتش. فاكر فاكر ياما. يعني كنا نقدر نقف قصادهم مع اهالي الكفر كله. ده ما كانش في حد بيطقهم لا في سما ولا في أرض. أبوك هو اللي كان مستعجل. كان مستعجل على إيه؟ مستعجل؟ مستعجل على الموت؟ ده مات من القهر. مات ومش راجع تاني. بس هو كفر نفسي وبيقدر ينسى. بس أنا مش زيكو ومش زي الكفر دي. ما بقدرش أنسى. أنا ما بنساش حاجة يا أخويا. ما بنساش حاجة من اللي شفتها. والكفر كله كمان عمره ما بينسى حاجة. واللي ليه حق مسيره هياخده في يوم من الايام.
بإيه يا حصرة؟ هياخدوا إزاي؟ ما تسمعي كلامي ياما وتريحيني. تعالي نسيب الكفر ده ونرحل عنه، نعيش في الغربة، أكيد أرحم لنا من الكفر دي. شوف بقى أما أقول لك، اللي يهون عليه داره تهون عليه روحه يا حسنية. داره؟ ما انتش عارفة الكلام اللي بيقولوه على دارنا من ورانا؟ بيقولوا عليها خرابي. بقول لك أني مش طايق روحي، ولا طايق الدار دي بالحيطان اللي فيها، ولا حتى صندوق الدنيا اللي أنا ورثته عن المرحوم أبويا، ولا كفركم المكتوم ده كله. كتمة لما تكتمك قادر يا كريم، بقى احنا مكتومين يا ولا؟ ده احنا ما بنسكتش لأيها حاجة. ايوه، بنقدر نجعجع، نجعجع وخلاص، أو بشوية كلام نطلعه. زي ما بيقولوا كفر جعجاع. شوف بقى أما أقول لك، أنت لو عايز تسيب البلد دي روح دور لك على بلد تانية، إنما أني لا، أني عمري ما هسيبها، أنا هعيش فيها وأموت فيها وأدفن في ترابها، وأنت اتفلق، كل واحد حر في حياته. جاتك القرف، خليك مرزي كده، إله العفاريت تيجي تاكلك. انا كان قصدي اخلصهم الوجع، فتحت ما لقيتش الزايده. يعني هي الزايده هتروح فين؟ ما هي في اليمين، مكان ما انا فتحت مش مكان ما انت فتحت. من خوفي تنفجر يا دكتور فتحت، وبعدين الحمد لله يعني حضرتك جيت في وقتك، ما فيش حاجه. دكتور اوعى تكشفني قصاد اهلي ارجوك. يا راجل عيب، تبقى لسه متخرج السنه دي وتجيلك جرأة تعمل عمليه زي دي؟ هي ايه الجراحه؟ لعبه؟ البركه في حضرتك يا دكتور، وبعدين انا قلت لحضرتك انا كنت قصد اخلصهم الوجع بس. تقوم تموته؟ خلاص يا بريح روحك، هتفضل قلقان كده؟ يا هتحط لسانك جوه بقك وخلاص خالص. انا ماشي. بعد اذنك يا دكتور، الاخبار ايه؟ طمنوا الحمد لله، جت سليمه، بس الراجل اللي نقلنا له دم جوه ده لازم له علاج وتغذيه، مفهوم؟ مفهوم يا دكتور، وكل طلباتك هننفذها ان شاء الله. وعلى فكره الاتنين اللي جوه دول هيفوقوا بعد ساعتين او ثلاثه، انا في العياده. متشكرين يا دكتور. طب مش تفضل ترتاح شويه. هلا قول لي، هو الشاب اللي جوه ده ابن اخوك فعلا زي ما بيقول؟ ايوه. على فكره هو ما ينفعش دكتور خالص، ده مؤذي حتى لنفسه. شفت يابا قال لك ايه؟ برهان ده طلع سفاح مش دكتور. يا واد اسكت خالص، ما تفتحش وقك بكلمه، ما ادخل اشوف البلموتين اللي جوه دول كمان.